السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، معنا اليوم درس خاص بمرحلة معينة ندرسها دائما في النص الأدبي، هي مرحلة التفحص الاتساق والانسجام. وتلاحظون أن هذا السؤال يطرح في البناء اللغوي، فأحيانا نحتاج أو تجد السؤال يحدد لك استخراج قرائن لغوية حققت الاتساق وأمورا حققت الانسجام. مثلا بكالوريا 2019 شعبة علمية، كان السؤال استخرج مظهرا من مظاهر الاتساق وآخر من مظاهر الانسجام. إذن وهذا الموضوع خاص بجميع الشعب، كون هذا السؤال يطرح في جميع الشعب. إذن نحاول أن نتعرف في هذا التسجيل على مظاهر الاتساق، ثم نذهب إلى مظاهر الانسجام. أولا نبدأ بمظاهر الاتساق. الاتساق لغة هو الربط. إذن نذهب أولا مظاهر الاتساق، مظاهر الاتساق. إذن الاتساق هو الربط، فإذا طلب منك استخرج قرائن لغوية أسهمت في اتساق النص فهي عبارة عن ألفاظ أو أدوات استعملها الكاتب أو الشاعر وربط من خلالها بين أفكاره وعباراته وتراكيبه. إذن لذلك هذه المظاهر تساهم في الربط وحسن التركيب ليتحقق هذا الربط والاتساق، وبالتالي نصل إلى الانسجام. أولا نحن مع مظاهر الاتساق. إذن قرائنه لفظية، أول شيء قرائنه أي أدواته لفظية. لماذا أتعمد استعمال قرائن؟ لأن أحيانا يتغير السؤال، يغير فقط مصطلح، استخرج القرائن اللغوية الدالة على الاتساق أو محقق الاتساق إلى آخره. قرينة هي ما استعمل كشيء، مثلا هنا ملفوظ ليدل على أو ليربط بين الألفاظ والعبارات والأفكار. إذن قرائنه لفظية أي ملفوظة، أي تستخرج من النص. إذن الربط ثلاثة أنواع، وقد ذكر هذا في الربط ثلاثة أنواع. الربط ثلاثة أنواع، وقد ذكرت هذه الأنواع في بكالوريا 2011 لغات، في بكالوريا 2011 لغات. فكان هناك الربط بالعطف، الربط بالأدوات، والربط الدلالي. فطلب منهم في نص النثري استخرج أنواع الربط، الأدوات التي كانت ربطت بين الأفكار بالعطف، وربط بأدوات أخرى، وربط بالدلالة. ما هي هذه؟ ما هو هذا السؤال؟ وكيف أحدد أنواع الروابط في نص؟ أنواع الروابط هي نفسها القرائن اللفظية المحققة للاتساق. إذا نذهب إلى تحديد هذه الروابط ثم نحلل كل رابط على حدة. معروف العطف، حروف العطف. هنا حروف العطف المعروفة هي الواو، الفاء، بل، ثم إلى آخره. هذه حروف العطف، ولا يخلو أي نص من حروف العطف. معنى هذا القرينة، هذا المظهر من مظاهر الاتساق دائما أجده في النص. الربط بالأدوات، ربط بالأدوات الذي يحسن الوصل والفصل، يحسن انتقاء هذه الألفاظ التي يستعمل هذه الأدوات التي يستعملها لتحقيق هذا الاتساق. فنجد أحيانا من الأدوات، نجد أدوات الشرط، استعمل أسلوب الشرط، أدوات الشرط ليربط بين فعل الشرط وجوابه، أدوات الشرط باختلافها وباختلاف معانيها. إذن أدوات الشرط، كذلك أدوات التشبيه،
أدوات التشبيه. من أدوات التشبيه كاف، كأن، مثل، إلى آخره، هذه أدوات التشبيه تربط لي بين أمرين، بين المشبه مثلا والمشبه به، هذه أدوات للربط. الآن الربط الدلالي، ما معنى الربط الدلالي؟ هو ربط، هو لفظ، هو استعمال يدل على. فمثلا أستعمل الضمائر لأدل على لفظ سبق وأن تحدثت عنه أو سيلحق، ضمائر الربط بالسابق أو باللاحق. الضمائر أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة كلها تدل على الأسماء الموصولة. إذن هذه أنواع الروابط، أنواع الربط في النص، أنواع مظاهر الاتساق. كذلك التكرار، التكرار هو يعد من أنواع الربط الدلالي أو الدلالي عفوا. إذن الآن سنذهب إلى ثلاث أنواع، سنذهب إلى ثلاثة أنواع من الربط الدلالي وما دورها. أحيانا يعطيك سؤال مثل ماذا، سؤال يقول ما الضمير، ما الضمير مثلا مسيطر على الفقرة الفلانية أو النص أو المقطع الفلاني، ما عائده، ما دوره في بناء النص، ما دوره في بناء النص. إذن الضمير الآن، ولنأخذ ضمير الغائب ودوره في بناء النص. الضمير من أدوات الاتساق ويساهم في الربط، لكن ربطه كيف هو؟ الربط في الضمائر، الربط بالضمير، الربط بالضمير. كيف يتم الربط بالضمير؟ عن طريق الربط بالضمير يكون عن طريق الإحالة، عن طريق الإحالة. إذن هنا ما هي الإحالة؟ إذن الإحالة هي وسيلة ربط به عن طريق الضمير. هل الإحالة تكون فقط بالضمير؟ نقول لا، الإحالة تكون كذلك مع اسم الإشارة ومع الاسم الموصول، الاسم الموصول. إذن الربط كذلك، الربط بالإحالة يشترك فيها الضمير والإشارة، اسم الإشارة والاسم الموصول. بمعنى لفظة الإحالة أين أذكرها؟ حينما يطلب مني ما مثلا ما القرينة اللغوية التي ربطت وما دورها. فإذا كان ضميرا أو إذا كان اسم إشارة أو اسما موصولا فنقول بناؤه، فإن دوره في بناء النص حقق لي الربط والإحالة، وفي الأخير كان هناك اتساق في النص وحسن تركيب للعبارات والمعاني. إذن الآن هذه الإحالة، الإحالة أنواع. إذا كان السؤال الآن ما نوع الإحالة، كان سؤال آخر مباشر، أخذنا هذا النمط من الأسئلة. الآن ما نوع الإحالة في قوله، ما نوع الإحالة، ما نوع الإحالة، ويعطيك عبارة وتستخرج الأداة القرينة التي كانت في العبارة ولتكن ضميرا أو اسم إشارة أو اسم موصول، وطلب منك ما نوع الإحالة. إذن ما هي أنواع الإحالة؟ الإحالة ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحالة المقامية، الإحالة المقامية. وهناك نوع آخر وهو الإحالة القبلية، أكثر استعمالا، والإحالة البعدية، والإحالة البعدية. ما معنى ذلك؟ نأخذ مثالا،
قصيدة بدأ بها شاعر أول بيت في القصيدة مثلا، قال مفدي زكريا: وقالوا هجرت ربوع البلاد وهمت بالشعر في كل وادي، وقالوا فأخذنا قالوا هذه، وقالوا هجرت ربوع البلاد، ويستمر الحديث بالضمير أنت، ثم يطلب منك الإحالة في لفظة قالوا، تحيلنا إلى من، تعود على من. إذن هذه الواو لا نجد لها أثرا في النص، لا نجد لها أثرا داخل النص، فنقول الإحالة هنا خارجية، الإحالة هنا خارجية، فواو الجماعة لا يعود لا على لفظ ذكرناه من قبل ولا على لفظ ذكرناه من بعد، بل كان خارج النص، خارج النص. وواو الجماعة تعود على مجموعة من الناس قالوا، اتهموا مفدي زكريا بأنه هجر ربوع البلاد وهمم بالشعر في كل واد. إذن الواو لا تعود على شخص داخل القصيدة، لا ذكر لا من قبل ولا من بعد، بل نحن نقوم بإحالة مقامية، أي بإحالة خارج النص، فنقول هنا هذه إحالة مقامية خارج النص. إذا لذلك الإحالة المقامية هي إذا لم يعد الضمير على لفظ ذكر في النص داخل النص، بل هي إحالة خارجية. ما معنى خارجية؟ خارج، خارج النص. هذه تسمى الإحالة المقامية. تعريف الإحالة المقامية: إحالة خارج النص، نذهب إلى النص ونتوقع من هؤلاء الذين قالوا، أكيد هم وشاة. الإحالة القبلية، الإحالة القبلية عائدها ضميرها، ضميرها ذكر اللفظ قبله، نعود إلى ما ذكر، مثلا الأمة، أو مثلا الخمر عواقبه وخيمة، الخمر عواقبه وخيمة. الهاء هنا هي الضمير، أحالني إلى ماذا؟ أحالني هل إلى ما بعد عواقب أم إلى ما قبل؟ أحالني إلى ما قبل. إذن هنا هذا الإحالة قبلية، هذا الإحالة قبلية، فنقول نوع الإحالة إحالة قبلية. ونفس الأمر إذا ما عكسنا، عواقبه وخيمة فالخمر من كذا، عكسنا وجعلنا الخمر هنا فتسمى إحالة بعدية. إذن نستنتج ماذا أعزائي التلاميذ؟ نستنتج أن مظاهر الاتساق لفظية، مظاهر الاتساق لفظية، معنى إن كان السؤال عاما، وهذا أجمل سؤال حينما يطلب منك استخرج مظهر اتساق وبين دوره، فتكون حرا أن تستخرج حرف عطف، حروف العطف، أو تستخرج حروف الجر مثلا هنا في الأدوات الجر، أو تستخرج ضميرا، أو تستخرج اسم إشارة إلى آخره، فكلها مظاهر اتساق لفظية ملفوظة أن دورها، كل مظاهر الاتساق لها دور الربط، فالاتساق هو الربط، فهي تربط بين المعاني، الربط بين الأفكار والمعاني، فتكون العبارة حسنة السبك والتأليف، حسنة السبك والتأليف. إذن لذلك من دور هذه الأدوات، إذن الدور الأساسي هو الربط زائد الإحالة إذا ما كان الأمر متعلقا بضمائر أو اسم إشارة أو اسم موصول. إذن إضافة إلى أنواع أخرى كالتكرار، حينما يتكرر اللفظ عدة مرات فهذا دليل على أن هذا تكرار اللفظ بمعناه ولفظه دليل على أن النص فيه ربط واتساق بين معانيه. نذهب الآن إلى مظاهر الانسجام، مظاهر الانسجام، ما هي مظاهر الانسجام؟ إذن سجل هذا الأمر، سجل مظاهر الاتساق ودوره، ونذهب إلى مظاهر الانسجام. ما هي مظاهر
الانسجام في النصوص الشعرية والنصوص النثرية. إذا حكمنا على نص بانسجام أفكاره وموضوعه، فما الذي حقق الانسجام؟ إذن مظاهر الانسجام، مظاهر الانسجام عكس الاتساق. فإذا كانت مظاهر الاتساق لفظية، فمظاهر الانسجام مظاهره معنوية، أي أن الانسجام يخص المعنى. الانسجام يخص المعنى. كيف؟ نذهب إلى أول مظهر. هذا المظهر نجده في الشعر وفي النثر. المظهر الأول خاص بالشعر والنثر معا، أي مظهر نجده في النصوص الشعرية والنثرية. ما هو المظهر الأول؟ وحدة الموضوع. وحدة الموضوع إن توفرت في النص فالنص منسجم. وحدة الموضوع، ما هي وحدة الموضوع؟ يتناول النص موضوعا واحدا، يتناول النص موضوعا واحدا. كل نص تناول موضوعا واحدا، وهذا بالضرورة يكون مختير لك في الامتحان، فيه وحدة موضوع، فلذلك هذا المظهر دائما نجده. إذن وحدة الموضوع، يتناول النص موضوعا واحدا. ثانيا من مظاهر الانسجام المعنوي نجد وحدة أخرى تسمى الوحدة العضوية. الوحدة العضوية، أين نجد الوحدة العضوية؟ نجدها في الشعر خاصة، نجدها في الشعر خاصة، وسنراها بإذن الله في تسجيل يخص مظاهر التجديد في القصيدة العربية الحديثة، وسنفصل القول في تعريفها، أي هي ذلك البناء المتكامل. بناء، نجد النص عبارة عن بناء متكامل، بناء متكامل. إذن الوحدة العضوية في القصيدة العربية الحديثة كانت طاغية، خاصة شعر التفعيلة. شعر التفعيلة الأمر الذي خصه هو الوحدة العضوية. إذن قلنا تخص الشعر، رغم أن هناك من قال ألا توجد وحدة عضوية في النثر، ووجدت الآراء إلى آخره، لكننا ماذا نرى في النص النثري؟ ما يقابل العضوية في النص النثري، ما يقابل العضوية في النص النثري مظهر خاص بالنثر، وهو التسلسل المنطقي، التسلسل المنطقي للأفكار، التسلسل المنطقي للأفكار. إذن التسلسل المنطقي للأفكار خاصة في النثر، فهو تقريبا يوازي الوحدة العضوية في الشعر. فنجده مثلا في المقال الذي سنراه في التسجيلات المقبلة، أنه يخضع لمنهجية، وهي مقدمة عرض وخاتمة. مقدمة عرض وخاتمة تعني ماذا؟ أن هناك تسلسل منطقي لأفكاره، سواء أفكار المنهجية أما الأفكار الداخلية في الفقرة الواحدة. إذن التسلسل المنطقي للأفكار يعتبر أمر يخص المعنى، فهو مظهر من مظاهر الانسجام. نضيف كذلك رابعا، حتى لا نكسر عليك، رابعا نجده خاصة هذا في الشعر، نجده في الشعر. ما هو؟ هو وحدة الجو الشعوري. وحدة الجو الشعوري، هناك وحدة أخرى وهي ذلك الجو الشعوري الذي يسيطر على القصيدة بحيث تتلائم وتنسجم عواطفه. وحدة الجو الشعوري، وحدة الجو الشعوري لا تعني أبدا عاطفة واحدة مسيطرة فقط، لأن أحيانا نجد خيطا شعوريا، خيط يربط أطراف القصيدة، خيطا شعوريا. إذن هذا الخيط الشعوري قد يكون خيط الحزن في قصائد الشعراء المعاصرين كما رأينا، قد يكون آخر. إذن الخيط الشعوري الذي يربط القصيدة يحقق الانسجام. ماذا إن وجدنا أكثر من عاطفة؟ ماذا إن وجدنا أكثر من عاطفة؟ فهل هنا لا نقول أن هناك وحدة الجو الشعوري؟ العواطف الموجودة في النص منسجمة، العواطف التي يوظفها ونلمسها في نص الشعراء إذا نجدها منسجمة. مثلا نجد الشاعر حزينا،
يائسا عن وضع مثلا فلسطين، ثم نجده يتحدث عن يتحدث مثلا عن إسرائيل بنبرة غضب وحقد. ألا تنسجم هذه العواطف؟ طبيعة الحال فهي تنسجم في نص من هذا النوع. لا نقول أنها عواطف غير منسجمة أو مختلفة، اختلفت لتؤدي انسجاما. فكيف أنه بعد أن يتحدث عن واقع الفلسطين مثلا ثم يخاطب إسرائيل لا تتغير النبرة؟ أكيد تتغير، ولكن تبقى في إطار الانسجام. إذن الشعور عادة مكانه في الشعر، الشعور غالبا مكانه في الشعر. لذلك نستطيع أن نصنف مظاهر الانسجام باختصار، حذفنا الكثير، أخذنا ما يهمنا. أن وحدة الموضوع تخص من؟ تخص الشعر والنثر معا، فهي مظهر من مظاهر الانسجام في النصوص الشعرية والنصوص النثرية. الوحدة العضوية في الشعر، التسلسل المنطقي للأفكار في النثر، ووحدة الجو الشعوري. إذن لذلك نقول أن مظاهر الاتساق والانسجام، الاتساق لفظي والانسجام معنوي. لاحظ عزيزي التلميذ أن ما استخرجناه هنا في الانسجام كله متعلق بالمعنى، كله متعلق بالمعنى. وما استخرجناه في الاتساق كله لفظي، له وظيفة الربط بين المعاني والألفاظ. إذن لذلك عزيزي التلميذ، نكون في هذا التسجيل قد وضحنا مظاهر الاتساق والانسجام، وقلنا أن مظاهر الاتساق والانسجام أحيانا السؤال يكون مباشرا، مثل سؤال العام الماضي 2019، استخرج مظهر اتساق ومظهر انسجام مبينا دورهما، فتأخذ من الاتساق ومن الانسجام. أو تجد مثلا ما دور التكرار في بناء النص، كلمة بناء تعني الاتساق، كيف بنى التكرار، كيف بنى التكرار الأصح النص. إذن السؤال الخاص بتكرار أحيانا يكون ما دور تكرار عامة، السؤال عامة أي يؤكد فكرة إلى آخره. أما في بناء النص فهو من أدوات الاتساق، فهو المحقق للربط بين الألفاظ النص، مثلا في الشعب العلمية. أعزائي التلاميذ، في الشعب العلمية نجد النص الفراغ لأدونيس، نجده يكرر لفظة فراغ بعد كل مشهد من المشاهد الاجتماعية التي عرضها، فيقول فراغ زمان بلادي، فراغ تلك المقاهي وتلك الملاهي، فراغ وذاك الذي، ثم فراغ وهكذا. فكانت كلمة فراغ بمثابة اللازمة التي ربطت مفاصل النص، مثل لازمة مفيد زكريا التي يكررها لفظا بعد كل عشرة أبيات في إلياذته، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. هذا اللازمة التي تكررت، هذه كذلك تساهم في الربط بين مفاصل النص وتحقق الاتساق، لأنها تعتبر من أنواع التكرار. إذن أتمنى عزيزي التلميذ أنك في هذا، من خلال هذا التسجيل، قد استفدت من ماذا؟ أنك تفرق الآن بين مظاهر الاتساق وبين مظاهر الانسجام، وتستطيع بكل سهولة أن تستخرج أحد المظاهر وتبين دوره. ولا تنسى التمثيل و
أقول لك وفقك الله إلى ونلتقي بإذن الله في تسجيل آخر.